جالك النهارده يا حبيب قلب اخوك نجيب اللاعب اللي انا قلت لك عليه امبارح الاساطير، بس هم اللي يفتكروا انا كان قصدي على مين. وطبعا في غلطه انا غلطتها كبيره قوي بعد ما قعدت مع نفسي وفكرت كده، فانا جاي الحاج ده اذا اصلا لو ما كنتش غلطتها فاهم انت. فهقولها لك دلوقتي يا حبيب قلب اخوك، بس انت اعمل اللايك الجميل والاشتراك الاجمل لاجل العضله مش لاجل حد تاني. خلصانه؟ وعايز اقول لك مبوي اللي انا بحبه عشان ما قلتهاش ابعاد الفاكر مش لازم خد بالك. ويلا بينا يا جدعان نخش على فيفا على طول ونيجي على المقايضه مبدئيا كده. احنا نخش دلوقتي سكه ودغر على المقايضه والاساس هو ابو عادي الاساس والباقي الشنط والكياس، ومن الاخر نخش على البكا الفاخر من الاخر. يلا بينا يا جدعان بيقول لنا حط لاعب 102 وتاخد ملايين انت وحظك. تمام هوريك دلوقتي، بيقول لنا انت وحظك بقى يا جدعان. فهل انا حظي هيطلع لي ايه؟ 550 اقل حاجه. ايه ده؟ بصوا كده يا جدعان اقل حاجه 550. طب ممكن اكسب بليون؟ حط تاني مليون بقى ان شاء الله. 800 حلو حلو حلو. 800 يعني فاهم يفرحونا، 800 يفرحونا يا جدعان. 500 تاني ايه؟ الو نبدا نزعل تاني يا فيفا، نبدا نزعل اقسم بالله. معانا دلوقتي 40 مليون يا جدعان. تمام نشوف هنكسب كام بقى. 660 يا عم. ما يا عم ما تمشيها يا عم، زق معانا يا عم، ما تزق معانا يا فيفا. يعني احنا عايزين ملايين برضه عشان نجيب اللاعب اللي انت فاهم. مش هقول لك برضه، خمن لي تحت في الكومنتات وتفتكر مين اللي احنا هنجيبه. هو لاعب 112 لو انت ما اتفرجتش امبارح، فانا بقول لك لاعب 112 تفتكر مين كده يعني انت فاهم، تفتكر مين وهنبيع مين في التشكيله. ما تفكرش ان انك هتقول اللاعب بس، لا ده احنا هنجيب مين وممكن نبيع مين في التشكيله، فانت قول لي الاختيارين. خلصانه خلصانه. يلا يا جدعان نشوف حظنا هنا. 750 لا كده كتير يا فيفا، انا عايز امو مليون ونص. يلا خش، انا عايز امو مليون ونص. 750 فيها يا جدعان في كده لا كده كتير والله. ما قوي مليون مش مهم مش مهم. حلوين طالما مليون يبقى حلوين. 750 خلصانه ماشي. خش على اللي بعدها، خش على اللي بعدها، خش يا جفارديولا جامد. طبعا بنسى اشوف اعلى باعلى مليون. حلوين طبعا اقل حاجه مليون، اعلى حاجه 2 مليون، فان شاء الله ممكن انت فاهم انت ممكن نعمل قلق. مليون برضو، مليون برضو مش كتير كده. مليون ده اخر باكة، ادوني مليون زياده. طيب ماشي ماشي يا ما لا 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 نقول الا ما يرضي الله والله. يلا يا جدعان لاعب 102. ايه ده واحد مش دي احنا عملناها يا جدعان؟ اه ده دي ال 550 ده دي بقى ايه؟ دي 500 دي نص مليون بس كده اللي هو ما فيش اختيارات يعني انت 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 خلاص كده. دلوقتي يا جدعان بقى معانا 52 مليون يعني واخدين دلوقتي سنه ما ناخد دي. ايوه يبقى جايبين كده في حدود من 13 14 مليون. حلوين لحد دلوقتي حلوين، يعتبر بنعوض الهباب اللي احنا عملناه والله. والله انا عايز اقول لك بقى ايه الفكره، الغلطه اللي انا غلطت اللي انا غلطتها ان انا رحت اشتريت ماتيوس تمام ب 57 مليون حلو عشان اعمل مقايضه لاعب 111. لاعب 111 بيتباع بكام؟ ب 68 مليون. اخصم 6 مليون ضريبه 6800 يعني قول 7 مليون تمام، يعني 61 مليون. يعني انا شاريه اصلا ب 57 عشان اكسب 61، يعني انا مكسبي في الليله دي كلها 4 مليون. والمشكله ان اللاعب ال 111 مش بيتباع، يعني كل القلق اللي انا عملته ده على 4 مليون والمشكله انه مش بيتباع. شفت الغلطه بقى يا حبيب قلب اخوك؟ فاوعى تغلطها، اوعى تغلطها، استنى الماتش الجاي فاهم انت. لو الدنيا حلوه اعمل مقايضه، لو الدنيا وحشه ما تعملش مقايضه. يلا بينا يا جدعان. 750 حلوين، طب معانا 57 يا جدعان. خش يا كفرتيولا يا جامد، كديني على ال 5 مليون هنا. 5 مليون يعني في قلق جاي، يعني ممكن نجيب اللاعب. خلاص خلاص هنجيب اللاعب يعني يعني خلاص خلاص يعني كده مفيش حته يمين شمال كده يعني. ماشي ماشي يلا يا جدعان خلصناه. 62 دخلني ابدا على 105 مليون ونص. لا لا
أخرة التسرع، أخرة أنا آسف يا دماركو، خسرت 2.5 مليون. أنا آسف يا دماركو، انزل يا كلب، انزل يا كامبل، انزل منك لله يا أخي، والله العظيم منك لله. أشوف فيك يوم وتعتزل الكرة بدري، تعتزلها وتروح لتتحكم كرة نسائية. يلا يا كامبل، يلا ماشي يا ماشي. رحت اعمل احط لاعب ب2.5 مليون في مقايضة عشان اخد 1.5 مليون. تجارة خسارة والله العظيم، احلى تجارة خسارة. يعني انت في قلق بيحصل. اخرة التصرف، هتقول ايه؟ اخرة التصرف والله العظيم. يلا يا عم، يلا يا عم، انا حزين من جوايا، انا حزين. هتقول اللعيب والله العظيم لو اروح ابيعه، يلا وبقل سعر بمعنى كام كده؟ 80 مليون. هاجي تعال هنجيب التمانية. يلا تعال، لا انتوا بتتباعوا انتوا، تعال هات لي اللعيبه دي كده. يلا 80 مليون يا جدعان، 80 مليون عشان احنا اتدغدغنا، احنا التسرع، التسرع وحش، لا تتسرع، خدها خبره من اخوك ابو عادل، لا للتسرع. فين بقى كامبل الحلو الجميل؟ هو فين؟ وربنا لا جيبك. تعال بيع بأقل سعر. يلا يا عم روح يا عم روح. يعني احنا كده خدنا هناخد منه 1.3 مليون، تمام؟ والمقايضة عاملة 1.5 مليون، يعني 2 مليون، يعني ماشي كسبانين. يعتبر بعنا، يعتبر بعنا جدعان دي ماركو ب2.8 مليون، يعتبر، فاهم انت؟ يعتبر، بس ماشي. الله يا جدعان، كنا هنعمل ايه؟ اه صحيح، يلا يلا بينا. امسك نفسك، ها امسك نفسك، اوعى تروح يمين ولا شمال، اوعى تغدر بيا، اوعى امسك نفسك. تبديل، انزل، لا تبديل ايه يا جدعان؟ انا مش قادر، مش قادر رضي. يعني ده حبيب القلب ده، يعني ده جرينشا، ده حبيب القلب. وديها مثلا على بيليه، وديها على بيليه، جرينشا حبيب القلب. يا خرابي، فين جرينشا؟ ايه جاي دلوقتي؟ ما بقتش بتتباع؟ لا والله هنعملهم على بعض يا اسطى، بسرعه بس طلع. ايوه كده، اي حد نزل بيليه بسرعه بسرعه، ده ما بقاش بيتباع يا جدعان. هو فين؟ انزل يا حبيب قلب اخوك ب 68 400. يلا لحد ما يتجاب بقى يا جدعان. ايوه هات هات البتاع ده لحد ما يتجاب بقى يا جدعان. تعال نخش نعمل، احنا كده خلصنا المقايضه صح؟ تعال نبيع اللعيبه ونكسب منها فلوس. تعال والله يا جدعان، بيع اللعيبه اليو سي ال، كل اللي فوق دول طرش الطرش، لعيبه طرش الطرش. حد هنا بيتباع؟ الواد ده بيتباع، حلو حلو. والواد ده كمان بيتباع، واللعيبه دي ال101. طب احنا دلوقتي ممكن نعمل حاجه، الواد ده بيبقى لا اكيد مش بيتباع، اللعيبه دي اكيد مش هتتباع. دوجلاس وبابين ده واسمه بابين يا جدعان ولا اسمه ايه؟ ما علينا، ما علينا الاسم. يعني احنا دلوقتي يا جدعان محتاجين مقايضه ال101 تمام علشان نجيب منها لعيبه 103، ولعيبه ال103 نبيعها بسعر حلو. فهمت انت الفكره حبيب قلب اخوك؟ يلا بينا. ايوه يلا بينا، استنى على الشاب الله. 105 يا 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 لهوي، حلوي كمان. يلا 103 ماشي، احنا لسه كسبانين واحد. 105 يا جدعان عادي جدا، 103 حلوي. يا خرابي خلصهم 103 ماشي. ايه مين اللي اتباع؟ يلا جرينشا جاب، يلا ماشي. معانا دلوقتي يا جدعان 142 مليون. نخش، عرفت مين اللاعب؟ انزل وقف الفيديو، انزل تحت قول له في الكومنتات هو لاعب يا خرابي. ده انا خلاص بعد ايه بقى؟ بعد ايه صحيح؟ بلعب 112 خلاص، ما انتوا عرفتوها. فين الار ام؟ خلاص ما ماشي، بس انت شكلك فاهم، خميت، خد بالك شكلك خميت انت في الحوار. تعالوا يا جدعان، يعني كتير قوي 100 وفاهم كتير، تعالوا نشتري ب 130 فاهم، كتير، انا شايف انه كتير قوي. وتعالوا بقى يا جدعان نبيع اللعيبه اللي معانا 103
103. لا هنا تبدا من 102، 102 ل 105 ل 104 تمام، لان دول اللي انا مش محتاجه. يو سي ال، يلا حبيب قلب اخوك. كل دي ملايين مركون، والله ملايين مركون. اروح اللي بعده، ودي شطوح اللي بعده، ودع السوق. يلا انت كمان مع اخواتك، يلا 103 ببي، يلا في الحمام مش هنا، في الحمام. يلا يا جدعان روح روح، والقلب داعي لك. يبقى احنا كده خلصنا يا جدعان، يبقى احنا دلوقتي عندنا مقايضه ال 103 وال 104 تمام، دي محتاجين نعملها. بس ثانيه اصبر، هنعملها كمان شويه، نخش نبيع بس ايه اللعبه اللي احنا مش محتاجينها دي. خليها 105 ودي 105 تمام، نبيع اللي احنا مش محتاجينه الاول، الواد ده مش محتاجينه. يلا اتباع بقى معانا دلوقتي 93 نسخة من دي ماركو، وانا رحت يا خرابي. ماشي ماشي ماشي، انت ايه محدش ناوي يبيع؟ يلا شباب شباب، والله يعني انت فاهم. بس انا يا جدعان انا ممكن اشتري باكن بقى على سعر، بس نشوف الاول تمام مراكز ال 112 سعرها بيتراوح من كام لكام، واقل سعر فيها واعلى سعر فيها. عندنا مثلا زانيتي ار بي 136، بنزيما 137، انا عايز اقل لاعب 112. عندنا ده بيتطلب هاري كين، هاري كين طبعا ده مهاجم على الله، احنا برضو مش هنجيب يا جدعان بيكهام برضو الهاري كين فاهم، اكيد يعني مش هنجيب بيكهام، يعني في فرق سرعات في الموضوع. لا يكونش الجاب، انا دوست بالغلط، لا يكونش الجاب، لا مش هو. ماشي احنا هنسيب بكام يا جدعان؟ انا بقول نسيب بكام، خلصانه التشكيله بقت عامله 2 مليار و100 ليه؟ طيب اقعد عشان خلصانه. يلا يا جدعان نرجع، احنا كده عرضنا اللعيبه للبيع تمام. تعالوا بقى ايه نخلص المقايضه بتاعتنا، خش لي يابا على 106. يا خرابي كل دول مش بيتباعوا، طب احنا دلوقتي هنجيب لاعب 106 نكسب منه ملايين، فاهم انت الفكره؟ فاهم؟ يلا مين؟ ايه ده؟ ايه العالم ده؟ الو؟ انتوا يعني انتوا بتعجزونا يا جدعان؟ دي زيكو، ايه يا زيكو؟ انت منين يا زيكو؟ البوسنة والهرسك. حتة صفرة وحتة زرقاء، الصفرة البوسنة والزرقاء الهرسك. صح كده، العالم مقسوم اتنين يا جدعان، ما شوف ما خدتش بالي والله. خدتش بالي انا جامد، انا في فاهم انت ستة. ايوه ابعد بالله عليك، بلا بلاش دي ماركو، عشان ننزل بتاعت كده نشوف اي حاجه. بس على النعمه مكمل تاني، وقف هنا عشان انت لو كملت انا تخش على دي ماركو عن فيها قلق، الحوار فيه قلق. يلا مين مين؟ ايطاليا، سيب مالديني. يا عمي يا عم باستوني، يا عم باستوني، ايطاليا سي بي انتر، اكيد مالديني، يعني اكيد مالديني يا جدعان، ما تقولوا حاجه يا جدعان. يلا بينا نخش على ال 108 ولا ال 100 وكام دي؟ 100 وكام؟ توني كروس، توني كروس بيتباع ولا؟ والنبي والنبي توني كروس بيتباع ولا لا؟ 108 احنا داخلين دلوقتي يا جدعان على منعطف تاريخي تمام، احنا عمالين نجمع ملايين. ده مين ده؟ يا رب هو، مش هو بدأ يتباع، مش بيتباع. توني كروس يا جدعان، هل هو ولا مش هو البرنامج؟ ايوه فين توني كروس؟ فين كروس؟ ايوه بس الحمد لله مش بيتباع، الحمد لله كده يا جدعان. اعتقد ان ما فاضلش غير العق بتاعنا بيكهام تمام. تعال نخش نكمل برضو المقايضه بتاعتنا، ولو بيكهام ما جابش عادي، ممكن احنا جايين بكره مش رايحين لبعيد. يلا يا جدعان فين توني كروس؟ ايوه يا كروس، ايوه يا عمرو يا حلاق، ودي فيفا واللي منها. ان شاء الله لعب حلو 108 يا جدعان، ان شاء الله لعب حلو 108. المانيا، ابراهيم، الواد ابراهيم الايكون. لا ده حسين سينسو. اوبا اوبا، ده الحوار في 10 مليون، الحوار في 10 مليون. ده اللي بيتطور. تعالى حبيب قلب اخوك تعالى، انا مش هضحي بيك،
هو راح في الحمد لله ان احنا كسبناه يا جدعان. يعتبر هو اغلى واحد صح، يعتبر سنه اما نشوف نيمار، نيمار يعتبر اشهر واحد في الباكه هو وفاهم ولاعيبه ريال 14 ده ارخص واحد. بس حلو حلو، الناس هتبدا تتاجر فيها يا جدعان، سعره هيوصل لل 15 مليون فحلو حلو قوي. يلا يا جدعان نخش على 108، ما احنا لسه جايين منها صح، نخش على 109 مع ان كان نفسي اقسم بالله يطلع اللاعب اي كلام احطه في المقايضه هنا. مين اللي هيتحط في المقايضه هنا؟ كومان وأونانا. تيجي نروح نشتري لاعب 108؟ تيجي نروح يعني، ايه رايك؟ تيجي نروح يا جدعان والله. ولو احنا خدنا هنا 109، لعيبه ال 109 بكام؟ ب 11 مليون صح؟ لعيبه ال 109 ب 11، لعيبه ال 109 ب 11 يا جدعان. فتعالوا نشتري لاعب 108. ايوه، ولاعب ال 108 كده كده بيبقى رخيص اصلا، فاحنا هنكسب لاعب ب 11 فاهم؟ يبقى كسبنا 2 مليون كده ولا 3 مليون. اوعى تمشي ورا كلامي لان انا بتذاكى والله العظيم، بتغابى يا جدعان في اوقات بتغابى. خش، انا عايز ارخص لاعب هنا، انا عايز ارخص وانتن واعفن لاعب، محدش انت فاهم. 8400 كتير قوي يا اسطى، كتير قوي 8400 كتير قوي برضو. 8300 احنا بس، انت حرام اضيعك يا ابني. 8390، 8400 هو نيكونكو. لا مش هو، ايوه كده 850. تعال 850، احنا صرفنا دلوقتي يا جدعان 8 مليون تمام. هل هنكسب لاعب في حدود كام وان شاء الله يكون بيتباع؟ يلا يا عم تراب، تعال يا عم، يا عم تعال، يلا يا جدعان. بكام؟ اوبا اوبا، الحوار في 139. يلا تعالى، عليا النعمه، ان شاء الله ما حد حوش، ان شاء الله ما حد حوش. يلا بينا، يلا بينا يا جدعان، يلا ان شاء الله ما حدش حوش. يلا تعالى يا حبيب قلب اخوك، تعالى بيكهام الجاب، يلا بينا نحطه في التشكيله. تعالى يا بيلي، تدريب نقل التدريب، بيكهام ودي يا بيكهام، عايزين نبقى نجرب بيكهام يا جدعان، عايزين نبقى نجرب بيكهام كده. التشكيله بقت نار نار وشرار، اقسم بالله حاجه فخمه. التشكيله كده بقت حاجه فخمه يا جدعان. لا ثانيه نطور الواد، مش معايا منين يعني انت منين؟ طيب ثانيه يا جدعان، وممكن نبدل تشابي الونسو بفرناندو بتاع الريال اللي احنا لسه كاسبينه. تشابي الونسو على الاقل ممكن يتباع، انما فرناندو مش هيتباع خالص فاهم. غير كده كمان سرعه الركض عند الواد التاني احلى من تشابي، احلى من تشابي يا جدعان. فانتوا وهنا اربع، بس تشابي اربع مهارات، فرناندو كم مهاره؟ اتنين. لا يا جدعان لا لا لا، نسيب تشابي الونسو، نسيب تشابي الونسو ويلا بينا. ولا اقول لكم سيب الباك، هنسيب الباك خلصنا، احنا هنسيب الباك يا جدعان. ومش هقول لك مع السلامه، لا احنا داخلين على 20 دقيقه يا جدعان. الو، عمال نعمل مقايضات وبتاع، احنا عملنا كل حاجه في اللعب. فمش هقول لك مع السلامه يا حبيب قلب اخوك، لا انت كده كده تشوفني بكره باذن الله. بيس.